مسؤولة عن ولادها، يعني مسؤولة عن هذا الشيء، يرعوهم، يرعوا خطواتهم، يرعوهم ازاي بيروحوا فين، بيجوا منين، ويحسوهم على حفظ القرآن، لأن القرآن واخد بالك يعني البيت اللي فيه القرآن بيبقى دايما عمران. ولما أدرك الشيخ السر فيما حققه من فضل الله عليه، واستماع الناس إليه، وجلوس أهل قريته بين يديه، فعلم أنه القرآن، لذا عكف على تعليم أولاده وإقراء أحفاده ليذوقوا حلاوة القرآن التي ذاقها، ويسلكوا سبيل الهداية التي عرف طريقها. والله الحقيقة يعني أنا ما خليتش دولة عربية ولا أوروبية ولا إلا ما رحتها، لفيت يمكن أغلبية دول العالم لحد آخر قارة اللي هي سيدني اللي هي عاصمة أستراليا، دي اخر قاره في العالم يعني. وامريكا كلها، جميع ولاياتها كلها رحتها، وجميع الدول العربيه والمغرب العربي كله رحته. فيعني ما فيش هناك بيوجد روح لرمضان الا الجاليات العربيه، يعني مثلا المغربي، الليبي، تونسي، كده واخد بالك. لكن من نفس البلد يعني مثلا ولايات امريكا مثلا كذا ولايه تجد فيها هناك مثلا كل مركز اسلام مثلا في واشنطن، في نيوجيرس، في لوس انجلوس، في هيستون، البلاد دي كلها واخد بالك مراكز اسلاميه كبيره جدا وكلها جاليات. قليل بقى لما تجد سبعه ثمانيه مستشرقين واسلموا، واخد بالك، فبيبقى لها في رمضان لها روح يعني كويسه، لانهم بيجوا من بلاد اللي بيجوا من 100 كيلو 80 كيلو بيعملوا فطار جماعي في رمضان، فدي بتوجد رونق يعني كويسه في العبادات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشيخ محمد محمود الطبلاوي، مدرسة كاملة في القراءات وفي المد وفي الغنة، يقرأ بأحكام القرآن الكريم، وله صوت متميز عن باقي الأصوات، وهو يتميز أيضا بالنفس الطويل في القراءة، ويتنوع من رفع إلى خفض في كل في موضعه، بحيث يجذب المستمعين إليه ويحبون الإنصات إليه، ويجد ذلك صدى لدى الجمهور بعد انتهاء الصلاة. ونحن نود أن نستمر في الإنصات له والاستماع إليه، وفقه الله لما يحب وإلى ما يرضاه، ومتع الله به جمهور المصلين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.